ترقصها كابتن محمود الخطيب بتشريفه لقناة النادي الأهلي. زي ما قلت لكم حاجة شخصية ليا، أنا فخور جدا الكابتن محمود الخطيب كان موجود النهاردة في قناة الأهلي، نورها وشرفها، فرحة كل العاملين في قناة النادي الأهلي بالكابتن محمود الخطيب فرحة لا توصف. زي ما قلت لكم الإنسان اللي بيقدر بمال لا قيمة له، الإنسان اللي بيقدر بحب الناس وعشق الناس ده ولا فلوس الدنيا كلها تسوي. عشان كده بقول لكم الكابتن محمود الخطيب عشق الجماهير الأهلوية في كل مكان. الناس النهاردة بترحب بالكابتن محمود الخطيب وفرحانة جدا إن هو الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكورة وأسطورة النادي، وكل الجماهير بتحبه غير إن هو رئيس النادي الأهلي ورئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. أسطورة كبيرة جدا 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 الكابتن محمود الخطيب، نورنا وشرفنا في قناة النادي الأهلي. إن شاء الله قناة النادي الأهلي إن شاء الله يكون ليها دور كبير جدا في الفترة اللي جاية. إن شاء الله تكون عند حسن ظنكم دايما، قناة النادي الأهلي هتبقى كبيرة بجمهورها، بمجلس إدارتها، بكل الرجالة اللي شغالين فيها. أيضا أجدد التحية وأجدد إن شاء الله الأستاذ خالد توحيد يكون ليه دور كبير جدا في تطوير القناة مع رجالة قناة النادي الأهلي. كل التوفيق للأستاذ خالد توحيد، بيته مش جديد عليه. هقول دايما وبقول وبعيد وبزيد، كابتن محمود الخطيب حبه وعشقه لا يقدر بثمن. اتولد معشوق للجماهير وهيفضل معشوق للجماهير، اتولد أسطورة وهيفضل أسطورة. نورتوني وشرفتوني، مع ألف سلامة.